أكدت الحكومة على أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة. أشارت الحكومة إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، وأن انعقادها سيكون بشكل شهري. كانت وزارة التموين قد أعلنت انخفاض أسعار الدقيق من 28 جنيه إلى 18 جنيه للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً. بحثت مصر مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة. جاء اللقاء والذي جمع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وتمت مناقشة الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل لمجموعة البنك الدولي وأهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية. كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. سجلت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%. جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام 2024. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع والتوتر في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول حدت من المكاسب. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 90 دولار و17 سنتا للبرميل. هذا وقد صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1% ليحقق 85 دولار و47 سنتا للبرميل. كذلك قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى 2.68 دولار للتر. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل 1.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي. أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3% في الفترة من يناير وحتى مارس مقارنة بالعام السابق. وكشفت الحكومة عن تدابير السياسة المالية والنقدية في محاولة للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بحوالي 5%. حذرت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيدا من التباطؤ في هذا العام متأثرا بتراجع الاستثمارات وحركة التجارة الضعيفة.
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قال أن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف من الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السيادية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ. ودعت في هذا الإطار المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل، قائلة إن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو حقيقي وقوي.